أعزائي طلبة وطلبات مناهج إنجليش مايند 4 بريب 3 الصف الثالث الإعدادي، معكم مستر عماد فوزي. النهاردة ميعادنا مع يونت 1 الوحدة الأولى سوبر برينس. زي ما احنا متعودين في المناهج اللي فاتت، طبعا احنا هنبدأ بالفوكاب الكلمات المهمة، ونشوف مع بعضنا طبعا الحاجات اللي بتقابلنا زي الاكسبريشنز التعبيرات والبروبوزيشنز اللي هي حروف الجر، وبعد كده بنشرح الجرامر ستادي ونحل مع بعضين اكسرسايزز تشوز وري رايت. يونت 1 بتتكلم على سوبر برينز اللي هي دعم العقول او الادمغه. تعال نشوف مع بعضينا كده الريدنج بتاع التكست بيتكلم على حاجه اسمها الاوتيزم، والاوتيزم ده اللي هو ايه؟ مرض التوحد. اول حاجه معانا هنا كده في الريدنج اهو سليف، سليف يعني عبد، اوتيزم يعني مرض التوحد، اوتيستيك مصاب بالتوحد، انفستيجيت يعني يحقق او يتحقق من، سبيشال ابيليتيز يعني قدرات مميزه، هايرد يعني استاجره، ريبروديوسد هنا يعني يعيد اصدار، كونفيرمد اكد او اثبت، كونفيرمد، سسبيشن سسبيشن يعني شك، from then on معناها من وقتها فصاعدا، took part in معناها شارك فيه، review يعني نقد فني، performed معناها هنا يؤدي أو يعزف، shows يعني عروض، as well as هنا بالإضافة إلى، concerts يعني حفلات موسيقية، memorize هنا يعني يحفظ، developmental disorder هنا معناها اضطراب في النمو، his own compositions يعني ايه مؤلفاته الخاصة، to take autism more seriously يعني يفكرون في مرض التوحد بجدية أكثر. featured هنا أظهرت ملامح، mute هنا يعني أصم، diagnose هنا يعني يشخص مرض أهو، remarkable talent تالنت يعني طبعا موهبة، لما أقول ريمارك تالنت يعني موهبة مميزة، أوتيستيك سافانت يعني متوحد موهوب، هنا أطور أوف في جولة حول، ديتيلد بيكتشر يعني صورة تفصيلية، أركتكتشر اللي هي العمارة، إماجينري يعني تصور تصوري أو تخيلي، بوست إرثكويك معناه هنا ما بعد الهزة الأرضية، سيريز يعني سلسلة، لندن لاند ماركس يعني معالم لندن، fascinated by مبهور بي، since then معناها من وقتها، popular artist معناها فنان مشهور، public performance هنا أداء علني، talented يعني موهوب. طبعا الحاجات دي لازم ايه ناخد بالنا منها كده وايه ونذاكرها لأنها مهمة. تعال نشوف مع بعضنا كده الجزء اللي هو بتاع expressions with mind، الحاجات دي مهمة جدا لأنها تجينا فين في الاكسرسايزز اللي هي choose. بيقول لي make up your mind معناها طبعا to decide on something معناها كده ان هو يقرر يعني، لما اقول I don't know if I am coming مش عارف لو كنت انا جاي، I haven't made up my mind yet يعني انا ما قررتش لغاية دلوقتي، change your mind هنا طبعا دي معناها يغير رأيه، لما قلت make a different decisions يعني يتخذ قرار مختلف، طبعا for example هنا بقول I'm not selling the car يعني أنا مش ببيع العربية، I have changed my mind يعني أنا غيرت رأيي، be into minds هنا معناه إيه؟ be into minds معناه to find it hard to decide يعني يلاقي صعوبة فين في القرار، ولما أقول هنا كده she hasn't decided yet يعني ما قررتش حتى الآن، she is into minds يعني هي مخها إيه؟ أو فكرها إيه؟ فكرين يعني، لما اقول be out of your mind معناها to be crazy يعني شخص بيتصرف بطريقة ايه crazy يعني مجنونة، لما اقول leave that kid alone are you out of your mind يعني ايه اترك هذا الطفل ايه لوحده هل انت مجنون، بعد كده بيقول لك have got something on your mind يعني عندك حاجة ايه في مخك كده معناها to be worried about something يعني انت بتقول لواحد انت قلقان ليه يعني، سارة looks worried هي طبعا تبدو ان هي قلقة، she has got something on her mind these days
يعني فيها حاجة في دماغها وفعلها ايه اليومين دول. keep something in mind دي معناها كده ايه، يحافظ على حاجة فين في تفكيره وفي مخه، to try not to forget about something، يعني معناها كده بيحاول انه ما ينساش اي شيء. زي كده لما اقول father always gave me advice، دايما بابا بيديني ايه نصيحة، which I kept in mind، اللي هي ايه انا بحتفظ بيها ايه في فكري. speak your mind هنا to say what you think، لما اقول هنا طبعا تقول اللي انت بتفكر فيه، يعني speak your mind يعني تفكر في ايه وتقوله كده. well, that's not your opinion، يعني ده مش رأيك او مش قرارك. to speak your mind، try to speak your mind يعني حاول تقول رأيك انت. read someone's mind هنا معناها to know what a person is thinking، يعني انت كده تعرف اللي بيفكر فيه شخص اخر. زي لما اقول what's wrong with you، يعني مالك او المشكلة معاك. you should tell me as I can't read your mind. can't read your mind يعني انا مش عارف انت بتفكر فيه. بعد كده انا بيقول لي take your mind off something، ودي معناها ايه هنا؟ معناها طبعا not to think about something، يعني ما بيفكرش في شيء. زي لما I'll just watch a movie to take my mind off all those problems، يعني انا دلوقتي هتفرج او اشاهد فيلم، والفيلم ده ياخد مخ بعيد عن ايه المشاكل دي كلها. sleep your mind هنا طبعا معناها ايه؟ sleep your mind معناها to forget، انسى. oh sorry I just slipped my mind to phone you، يعني انا نسيت ان انا اكلمك او اتصل بيك. بعض الاكسبريشنز with brain، ودي اللي بتيجي مع البرين اللي هي المخ طبعا. brainstorm ودي معناها think of as many ideas as you can، بيفكر في افكار كتيرة جدا. لما اقول before writing a composition، قبل طبعا ما انت تكتب composition مقال، you have a brainstorm، انت لازم يكون عندك brainstorm، يعني طبعا افكار كتيرة، lots of ideas. okay Big someone's friends هنا معناها get ideas from someone، طبعا يحصل على الأفكار من شخص. زي لما أقول I always pick my brother's brain when I do math problems، يعني أنا باخد آراء أخي لما أنا إيه أحل أي مش طبعا مشاكل في الماس. برين ويف هنا معناها طبعا brilliant idea، يعني فكرة رائعة جدا. لما أقول I didn't know what to do، انا ما عرفتش اعمل ايه، but I had a brainwave that solved everything، لكن جات له طبعا brainwave هنا يعني فكرة رائعة حلت كل حاجة. brainchild هنا ده طبعا ال original idea of invention، اللي هي الفكرة الرئيسية اللي هو المخترع. يعني زي لما اقول whose idea was it to paint the school fence، مين طبعا اللي كان عنده فكرة اللي هو ان احنا ايه نلون السور او نطل السور؟ قال لك it was عمر's brain child، كانت فكرته مين؟ فكرة عمر. بعد كده هنا بيقول له to have something on the brain، لما يكون عندك حاجة في مخك، يعني to always think about something، يعني بيفكر دايما في شيء. football is the only thing احمد has got on the brain، يعني طبعا كرة القدم دي الشيء الوحيد اللي احمد عنده فين في مخه. the brain's super brain معناها كده the most intelligent person، هو الشخص طبعا الأكثر ذكاء. أقول ما is always at the top of our class، she is the brain here، she is the brain here معناها هنا طبعا ايه اللي هي ال most intelligent person، أكثر شخصية طبعا بتكون ذكية. نلاحظ بقى انه to have got something on your mind معناها طبعا ايه you have worries about problems or problems to think about، ان انت بتفكر في مشاكل كتيرة قوي. Sally has good music on her mind، لا طبعا مش هينفع نقول هي الجملة كده، هنقول Sally has good problems on her mind، يعني سالي عندها ايه مشاكل في مخها. طبعا you have got something on the brain دي معناها ايه كده؟ ان انت عندك she you like and you keep thinking about، حاجة طبعا بتفكر فيها وبتحافظ عليها فين في فكرك.
وما ينفعش نقول Sally has good music on the brain، نقول Sally has good problems on the brain. اوكي نشوف مع بعضينا كده المور فوكاب كده. exceptional، exceptional طبعا يعني استثنائي. extraordinary يعني خارق او فائق. square root هنا معناها جذر تربيعي. hesitation، hesitation هنا يعني تردد. exclusively يعني حصري او مقتصر على. potential يعني قدرات كامنة. percentage يعني نسبة مئوية. unique هنا يعني فريد من نوعه. precisely هنا يعني بالضبط. narrator هنا يعني راوي. squat down هنا يجلس القرفصاء. thanks to يعني هنا بفضل. surprising هنا يعني بصورة مدهشة. prime numbers هنا يعني أعداد أولية. psychologist هنا يعني طبيب نفسي. male phenomena يعني هنا ظاهرة ذكورية. sports statistics يعني إحصائيات رياضية. calendar memory هنا يعني ذاكرة أو ذاكرة التقويم. murder mystery هنا يعني غموض جريمة قتل. neurologist هنا يعني طبيب أعصاب. neurologist terrifying journey هنا يعني رحلة مخيفة. blockage هنا انسداد. workout يحل مسائل أو لغز. speechless هنا عاجز عن التعبير. study these expressions كده تعال نشوف بعض التعبيرات دي. pump into معناه هنا يقابل بالصدفة. turn upside down يعني يقلب رأسا على عقب. asperger's syndrome هنا أعراض مخففة لمرض التوحد. mathematical calculations حسابات رياضية. exceptional memory ذاكرة استثنائية أو قوية. sticking up in my head يعني متكدسة في رأسي. at the back of someone's mind في مؤخرة الرأس يعني عايز يقول آخر اهتمامات يعني. get out of someone's mind ينسى ويذهب من ذهنه. find it difficult to معناه يجد صعوبة في عمل شيء. special talent for معناه موهبة مميزة فيه. ده بالنسبة طبعا لكل ال vocabulary expressions اهو. تعال نشوف مع بعضنا بعد كده الجزء اللي هو ال exercise. choose the correct words sign number one. بيقول له how should I know what you're thinking يعني ازاي اعرف انت بتفكر في ايه. بيقول له I can't your mind طبعا هنا عايز يقول له ان انا مش هقدر اقرا اللي بيدور في مخك هنا يبقى I can't read your mind. في نمبر 2 هنا بيقول لي Sally is the of the family. Sally is the لما اقول Sally is the prince of the family يعني هنا يقصد بيها طبعا الايه ال most intelligent. في نمبر 3 هنا بيقول لي I'm a pause this project. I really don't know what to do. يبقى هنا عايز يقول ايه هنا بقى؟ I'm in two minds. كلمة I'm in two minds هنا معناها ان هو worried about يعني متحير مش عارف يعمل ايه. ف number four هنا بيقول له I wish you would make up your mind quickly. اتمنى لو انت تغير رأيك بسرعة. you always take so long to make. طبعا انت بتاخد وقت كتير جدا ان انت تاخد ايه decisions. make decisions هنا يعني ياخد ايه القرارات. number 5 هنا بيقول I've just had why don't we put an advertisement on the web. طبعا عنده هنا ايه a print wave. a print ايه wave. a print wave هنا اللي احنا قلنا عليها طبعا اللي هي فكرة أساسية. فكرة ايه أساسية أو صاحب هو الفكرة أو المخترع يعني. في نمبر 6 هنا بيقول لي Jean is completely her mind. look at the crazy way she's behaving. بص للطريقة اللي هي بتتصرف بيها. هي طبعا طريقة مجنونة. يبقى دي out of her mind. في نمبر 7 هنا بيقول لي I'm so sorry I forgot your book. I completely my mind. عايز يقول هنا طبعا ان هو نسي forgot. يبقى هنا تختار طبعا slip. slipped هنا يعني forgot نسي. ماريا is venetly
of her family. I wonder where she gets it from. يبقى طبعا عايز يقول ايه هنا؟ هيتقول طبعا هنا ايه the prince اللي هي طبعا ايه عقل هي العيلة يعني. اوكي عايز يقول طبعا ان انا استغرب where she gets it from، يعني بتجيب الحاجات دي منين يعني. Number 9 هنا بيقول له you always know where you are with Mark. You always his mind. يعني انت دايما بتعرف ايه اللي بيحصل مع مارك، لان هو دايما بيكلم نفسه speak his mind، يعني دايما بيتكلم بالحاجة اللي بتدور في مخه يعني. في نمبر 10 بيقول له no one knows what Jill is thinking. مفيش حد يقدر يعرف اللي بيفكر فيه جيل. Not even a magician can. حتى الساحر ما يقدرش يعمل ايه. اوكي read his mind. كلمة read his mind هنا يقرا اللي فيه في عقله. بعد كده هنا number 11 بيقول I like both these books. انا بحب طبعا الكتب دي. It's really difficult to my mind which is better. اوكي هنا طبعا هو حابب كتب كتير اوي بس مش قادر يفكر make up my mind، يعني هنا اتخذ القرار which is better اللي هو الافضل يعني. في number 12 هنا I don't know when the party is، مش عارف طبعا الحفلة امتى. So keeps her mind about the date. طبعا سو دايما بتغير رأيها عن الديت اللي هو التاريخ. في number 13 هنا بيقول I'm sorry I'm late. آسف على التأخير. I forgot the meeting. It's just my mind. طبعا هنا ياخد slipped، وهنا slipped هنا معناه ايه نسي يعني forgot. في number 14 هنا بيقول لي he was about the trip. He wasn't sure if he would come with us. يعني هو هنا بيقول لك ان هو ما كانش متأكد ان هو هيجي طبعا ايه الحفلة معانا او هيجي معانا يعني. فطبعا هنقول ايه he was about the trip. هو طبعا ايه كان ايه عايز يقول ان هو into minds. into minds هنا يعني ايه يعني ما كانش قادر ياخد الفكرة يعني او القرار، ان هو ما كانش متأكد طبعا ان هو هيجي معانا يعني. فنمبر 15 بيقول له مستر جون is never into minds. هو عمره دايما ما بيكون into minds، يعني ما يكونش عنده تردد يعني. isn't a part of his character، يعني مش جزء من ايه من الكاركتر بتاعته اللي هي ايه الشخصية بتاعته. وهو ما عندوش hesitation. hesitation يعني ايه هنا يعني تردد. فنمبر 16 بيقول له you don't have a job and you bought that car. انت ما عندكش وظيفة واشتريت السيارة دي. وهنا بيلومه يعني بيقول له you must be ان انت ما كانش فيك مخ يعني. طبعا ما كانش فيك مخ هنا قلنا له يا out of your mind. نمبر 17 بيقول له mom looks worried. ماما تبدو ان هي ايه قلقة. I think she's got out she's got our problems. دايما بتحمل المشاكل بتاعتنا وان ذا مايند يعني فين في مخها يعني او في تفكيرها. فنمبر 18 بيقول ثانكس تو سالي. شكر لسالي طبعا. ذات جاردن از هير ناو. الحديقه دي هنا دلوقتي. ات ووز هير. طبعا دي كانت فكرتها اللي هي برين شايلد. برين شايلد دي هنا يعني فكرتها هي الاساسيه، هي اللي اخترعت الفكره. في نمبر 19 بيقول اي ام بورد هافنت يو جود. ما عندكش ايه فكرة يعني ما عندكش فكرة ان احنا ايه what we can do tonight، نعمل ايه بالليلة. طبعا هنا برين ويف. برين ايه ويف. فنمبر 20 I always lots of ideas before writing an English essay. قبل ما اكتب اي مقال انجليزي فبيكون عندي حاجة اسمها البرين ستورم. برين ايه ستورم يعني تعدد ايه الافكار. تعال نشوف مع بعضنا كده نمبر 21 من الآخر. طبعا احنا لو ما ذكرناش الكلمات اللي شرحناهم مش هنعرف نحل الكلام ده نهائي يعني. It's fine to pick your brothers. طبعا من الأفضل ان انت ايه تاخد افكار اخيك. بيقول لك while doing your computer project. هو بيعمل ايه المشروع بتاع الكمبيوتر. He is an expert in computers. بيقول ان هو خبير يعني. فعايز يقول ان هو تاخد منه الخبرات والحاجات دي اللي هي البرينس. فنمبر 22 بيقول له have you made up
have you made up your طبعا هل have you made up your mind يعني ايه قررت يعني. فطبعا هنا هناخد ايه your mind هنا عدت علينا كذا مرة يعني قرر. فنمبر 23 بيقول let's some ideas and see how we can develop out project. طبعا هنا حاجة اسمها طبعا brainstorm البرين ايه storm يطور أفكار ويشوف طبعا إزاي ينمي إيه مشروع يعني. فنمبر 24 بيقول جانيت always speaks here هي دايما بتكلم نفسيها يعني okay speak her إيه mind speak her إيه mind عدت علينا برضه يعني دايما بتكلم نفسيها. فنمبر 25 بيقول لي can I pick your for ideas on my English project طبعا هنا pick up your brains هنا يعني ياخد رأيك وياخد منك افكار طبعا. فنمبر 26 بيقول لي Clara is not herself these days يعني عايز يقول ان مش هي يعني اليومين دول يعني she must have something on here اكيد في حاجة طبعا في مخها طبعا اللي هو المايند يعني في فكرها يعني. ايه الفرق بين المايند والبرين؟ البرين اللي هو المخ الاساسي اما المايند اللي هو الفكر يعني بتفكر فيه. فنمبر 27 بيقول just when we thought we were stuck رام هاد that could get us out of that situation طبعا عايز يقول ان هو واقع في مشكلة يعني ورام كان عنده فكرة ان هو يطلعهم بره من الموقف ده. فطبعا عايز يقول ان هو اللي كان عنده ايه البرين تشايلد البرين ايه تشايلد البرين تشايلد ولا البرين ويف. برين ويف هي افضل لان طبعا هي عايز يقول ان هو اللي يعني ابتدع الفكرة يعني. في نمبر 28 بيقول she was in two about what to do هو تعب انا عايز يقول ان هو باله بالين في ان هو يعمل ايه يعني. طب احنا قلنا اللي هي باله بالين او فكره فكرين اللي هي ايه minds يبقى into ايه minds تو minds هنا يعني بي ايه مش عارف يقرر من كتر ايه التفكير. نمبر 26 هنا بيقول the music for all project is sales كل الموسيقى بتاع المشروع طبعا بتاع sales ايه بقى هنقول sales brain child sales brain child هنا يعني هي اللي ابتدعت الايه الموسيقى يعني ده او هي صاحبة الفكرة. فنمبر 30 هنا بيقول لي please we don't have the whole day بيقول له هنا ان احنا ما عندناش اليوم كله. فبيقول له هنا عايز يقول له ان قرر يعني ميك اب يور مايند ايه قرر لان ما عندناش ايه وقت يعني. فنمبر 31 بيقول له I know I had promised to go with you انا عارف ان انا وعدتك ان انا هاجي معاك but something made me لكن حاجة طبعا خلتني اغير رأيي اللي هي ايه غير رأيه A change my mind ايه. في نمبر 32 بيقول له I'm going to relax and watch a good film أنا هتفرج على فيلم وأسترخي that will take my mind the problems طبعا عايز يقول إن كل المشاكل اللي في مخه يعني إيه هتروح يعني فهنا أوف. في نمبر 33 بيقول له thanks that's a good advice شكرا للنصيحة بتاعتك وأنا هحتفظ بيها اللي هي إيه يحتفظ هنا اللي هي keep it in mind. فنمبر 43 بيقول music that's all you ever think about كل الحاجات اللي انت بتفكر فيها you have got music for 34 بيقول music that all you ever think about كل طبعا الحاجات اللي انت بتفكر فيها you have got music ان انت معنى كده هي عندك مشاكل في الايه on the brain on the brain يعني ايه في المخ. فنمبر 35 بيقول له if you don't know the answer لو انت مش عارف الإجابة ask my sister اسأل أختي she's in the family عايز يقول لك إن هي المخ اللي بيفكر في العيلة يبقى she's the brains she's the ايه brains. فنمبر 36 بيقول له I built the machine but it was Steve who had the idea and designed it so it's his طبعا عايز يقول ان هو دي كانت البرين تشايلد بتاعته يعني هو فكرته يعني. فنمبر 37 بيقول له جو اي نيد هيلب ويز ذس انا محتاج المساعدة في دي كان اي يور برين فور ا مومنت خدناها اللي هي بيك اب يور برين فور ا مومنت
يعني ممكن تساعدني يعني اللحظة يعني، أو تديني عقلك كده لحظة يعني. فنمبر 38 بيقول we really need to get some new ideas، محتاجين طبعا نحصل على أفكار جديدة. let's all sit down and for a while، احنا قلنا يحصل على أفكار كده، brainstorm brainstorm. في نمبر 39 بيقول لي is the development conditions that affect the social relationships، يعني بيكون عبارة عن نمو في الظروف أو تطور، وبيأثر على العلاقات الاجتماعية، وده بيسموه كده اللي هي أوتيزم. أوتيزم ده اللي هو إيه؟ اللي هو التوحد. فنمبر 40 هنا بيقول he was mute، طبعا شخص كده صامت. he was unable to، هو شخص غير قادر على إن هو يعمل إيه؟ speak يعني يتكلم. فنمبر 41 بيقول لي is a developmental disorder which causes problems، بيسبب طبعا مشاكل with learning في التعلم وال relationships اللي هي العلاقات الاجتماعية، وده طبعا هو برضو الأوتيزم، مرض خطير جدا يعني. في نمبر 42 بيقول لي a person who is autistic، الشخص اللي دايما بيكون autistic متوحد يعني، but has an extraordinary ability، لكن عنده طبعا قدرات، القدرات دي بتكون ايه؟ فائقة أو ملحوظة. is an، وده بيسموه الأوتيستيك سيرفنت، اللي هو طبعا شخص كده فائق العقل وإيه جامد يعني. في نمبر 43 a drawing of posters quakes، كل طبعا الرسومات اللي هي حصلت بعد الإرث وكويك، سيتي فيتشرز ا سيتي، هو شكل بعد الإعصار، شكل بعد الإعصار إيه؟ ملامح يعني. يبقى هنا after an earthquake. طبعا ده الجزء اللي هو كله كان على التشوز اللي هو exercise، زي ما احنا كده زي ما انا قلت لك لازم تعمل ايه، لازم تذاكر الاكسبريشنز دي، كل حاجات الاكسبريشنز دي اللي انا شرحتها في الاول دي هي الاكسرسايزز اللي جت منها بالظبط. تعال نشوف كده الجزء بتاع الرايت هنا كده معانا، بيقول لي هنا try not to forget about the meeting it's of prime importance، يعني بيقول له هنا بتحاول، حاول طبعا ان انت ما تنساش الميتنج الميعاد بتاع المقابله، ودي بيقول لك ان دي من الاهتمامات الاوليه يعني. فقال لك استخدم it mustn't، فلما تيجي تجاوب هنا تقول له طبعا it mustn't، طبعا انت لازم هتجيب اللي هو الاكسبريشنز اللي بيساوي not to forget، وطبعا هنا زي ما انا علمتك اللي هو not to forget هنا بتساوي بقى ايه؟ not to slip، not to slip your mind. اوكي يبقى تقول له هنا it mustn't اوكي slip your mind، وتقول له بقى to come to the meeting، to the meeting، ان انت تيجي ليه للحفلة، وتكمل بقى جملتك بقى it's of prime importance. السؤال التاني هنا بيقول لي ايه بقى، في السؤال التاني هنا بيقول لي مستر رامزي was crazy when he got fired from the job، got fired هنا معناها طبعا ان هو اطرد من الوظيفة. اوكي فالاستخدم he was completely، he was ايه completely، لما هنا عايز يقول لك طبعا هيقول لك هنا ايه، عايز يقول ان هو يعني فقد عقله، يبقى نقول he was completely، it was a completely out of his mind، يعني فقد عقله ايه تماما. question number 3 بيقول I'm sorry I have forgotten about that file، يعني انا اسف جدا ان انا نسيت طبعا ايه الفايل ده، فهنا هنستخدم it just، it ايه just، يبقى يقول له هنا
حلو. it just انا علمتك ان انت لما تقول بدل ما تقول هنا forgotten هتقول ايه بدلها slipped، يبقى just slipped my mind. mind يعني انا نسيت يعني. في number four بيقول لي how couldn't you know about what I was just thinking، يعني عايز يقول له ازاي انت ما تعرفش اللي هو بيدور في مخ يعني او بفكر في ايه. هل استخدم ريد، واللي هي انا ريد بتساوي إيه اللي هو ايه هنا what I was thinking تساوي ريد my mind، تساوي ريد ايه my mind. يبقى نقول له هنا ايه بقى how could you، how could you read my mind، read my mind ازاي انت عرفت طبعا ان انت تقرا ايه اللي في مخ. في نمبر 5 هنا بيقول له oh Sally that is the third time you change your mind or your decision، change your decision دي المرة كده التالتة اللي انت بتغيري فيها ايه رأيك. يبقى طبعا هتقول لها ايه هنا، هتقول لها جملتك عادة اهو oh Sally، وهتقول لها طبعا that is the third time، وتيجي هنا طبعا عند يو وتكمل بقى change your mind يعني تغيري فيها رأيك. و change your mind هنا معناها ايه change your decisions. تعالى نشوف نمبر 6 هنا بيقول the problem with Jane is that she never says what she thinks، يعني هي المشكلة اللي في جين ان هي ما بتقولش اللي هي بتفكر فيه خالص. قال استخدم speaks طبعا هنا الكلام ده معناه بيساوي ايه، بنقول له هنا يعني نقول له هنا she never speaks، هي عمرها طبعا ما بتتكلم speaks her mind، speaks her mind. ونيجي اقفل الجملة اهو. في نمبر 7 بيقول لي she's worried about her wedding receptions، طبعا هي قلقانة جدا على حفل الزفاف بتاعها and keeps thinking about it، وهي طبعا بتفكر فيه على طول. قال استخدم has got، has a got. اوكي هنقول له طبعا she's got the wedding، she's got the wedding اوكي receptions on her mind، on her mind يعني في دماغها يعني او في مخها، يعني مراسم الزفاف بتاعتها فين في فكرها على طول يعني. في number 8 هنا بيقول لي to the beach yes you have finally decided، يعني الى الشاطئ اخيرا ان انت فكرت. عايز يقول له ان انت خلاص يعني قررت يعني الكلام ده ايه، انت اخيرا قررت هنا. يبقى you have ايوه you have يعني you have finally made up your mind، your mind يعني اخيرا يعني قررت او اتخذت القرار يعني. فنمبر 9 هنا بيقول لك can I get your help with these problems، هل استخدم طبعا pick، هي pick تساوي هنا help يعني، فيقول له هنا ايه can I pick your brains، your brains يعني عايز يقول له انه ممكن تساعدني يعني. اخر حاجه معايا هنا بيقول لي he looks worried about the exams and keeps talking about them، الان من الامتحان ودايما بيتكلم في الامتحانات يعني. هل استخدم has got، يبقى نقول he has got على طول، نقول له he has got عنده اوكي the exams امتحانات on his mind، on his mind يعني on his mind يعني فكره. الجملة دي لسه حلين واحدة زيها بالظبط اللي هي بتاع نمبر 7 بيقول she's got the wedding receptions on her mind، يعني كل اللي احنا شلناه هنا ان احنا
شلنا the wedding receptions وحطينا مكانها مين هنا the exams اهو. حطت المشكلة الأساسية اللي هي بتضايقه فين في مخه. اوكي، ده بالنسبة للجزء الرايت اللي هو على الاكسبريشنز اللي احنا خدناها. تعالى بعد كده ننتقل ننقل على الجرامر ستادي. نبدأ كده مع بعضينا في الجرامر ستادي اللي هو القواعد. طبعا هنا بيدينا حاجة عن الريفيو، مراجعة على البريزنت ومراجعة على الباست سيمبل. تعال نشوف مع بعضينا كده مراجعة بسرعة على البريزنت زمن المضارع البسيط. البريزنت سيمبل طبعا عبارة عن توك اباوت ريجولار اكتيفيتيز، بيتكلم طبعا عن أنشطة منتظمة أو بيتكلم عن روتين أو هابتس عادات أو فاكتس حقائق، أو طبعا ممكن يتكلم عن فيوتشر اللي هو المستقبل. طب نشوف التكوين بتاع البريزنت سيمبل. التكوين بتاع البريزنت سيمبل هنا بيتكون الخطوة الأولى هنا مع اي ووي ويو وزي، بنحط الفعل فين؟ في المصدر. بنحط الفعل فين؟ في المصدر بدون اي اضافات، زي لما اقول هنا I go to work by bus every day، يعني انا بروح العمل كل يوم بايه؟ بالاتوبيس. هنا طبعا مع الضمائر مع هي وشي وات، قال لك لازم نحط هنا الفعل اس او اي اس او اي اي اس. تعال نشوف كده وانا كاتب examples اهو. بيقول لي dad drinks coffee every morning، يبقى هنا مع dad هنا حطيت هنا drinks، حطيت لي الفعل اس. بيقول لي she visits her aunt every Friday، هي بتزور طبعا عمتها كل جمعة. او he gets up at 6 o'clock every day، ده بالنسبة طبعا ليه للفورميشن اللي هو التكوين. طبعا اي زمن لما يكون ليه جملة مثبتة لازم يكون فيه جملة منفية هنا. النيجاتيف هنا في البروزن سيمبل قال لك بنحط طبعا هنا مين؟ الفاعل، وبعد كده نحط don't او doesn't بلس انفينيتيف اللي هو الفعل فين؟ في المصدر. طب ايه هي الضمائر اللي بتاخد don't؟ الضمائر اللي بتاخد don't اي ووي ويو وزي، واللي بتاخد doesn't هي وشي وات. تعال نشوف كده الجمل اهو، we don't like animals، يعني احنا ما بنحبش الانيمالز. او زي لما اقول he doesn't go to school on foot، هو ما بيروحش المدرسه على الاقدام. يبقى انا عندي doesn't go اهو الفعل في المصدر، عندي don't like اهو برضه الفعل فين؟ في المصدر. اي زمن بيبقى ليه برضه سؤال، والسؤال هنا بهل، بنحط do او does والفعل، والفعل فين؟ في المصدر. زي لما اقول لك do، بعد كده هنا you have، do you have ادي do وادي الفعل، وادي الفعل فين؟ في المصدر. do you have the internet at home، هل عندك طبعا انترنت في المنزل؟ طبعا دي كل الاسئله يس ونو اللي بنجاوب عليها، بنقول yes I do او no I don't. ولما تسأل بدز هنا بتجيب الفعل شي اهو، does she go، وادي الفعل في المصدر to school on foot. طب لو انت راجل هتسأل على السؤال بكلمة استفهام، قال لك تحط كلمة استفهام الأول، بعد كده بتحط do أو does، وبعد كده بتحط الفعل، بعد الفعل فين؟ في المصدر. زي لما أقول how often، كم مرة، وده هو do، وبعد كده بحط الفعل you، وبعد كده بحط الفعل في المصدر go، يبقى how often do you go to the club. او زي لما اقول how does she go to school، كيف هي تذهب للمدرسة. طبعا البريزنت سيمبل ليه كلمات، الكلمات الدالة عليه اللي هي بتيجي معاه زي always او usually عادتنا، او regularly بانتظام، او sometimes احيانا، او seldom نادرا، او occasionally احيانا برضو، دي بتساوي sometimes، وبرضو from time to time، او عندي often غالبا، او rarely نادرا، و rarely طبعا تساوي seldom، وعند نيفر في النفي، وعند ايفر ليه للسؤال، وعند هارد ليفر يعني نادرا، ودي النسبة بتكون 10 فين؟ في المية، 10%. عند برضو طبعا كلمات اللي بتدل اللي هي every day و every week و every month و every year، عند once twice three times four times، ودي الاجابات اللي هي بتجاوب على how often. يعني لو قالك how often do you go to the club، كم مرة بتروح النادي، هتقول له once أو twice، مرة أو مرتين، أو three times ثلاث مرات، أو four times أربع مرات. ده بالنسبة طبعا كل شرح البريزنت مين سيمبل. زي ما فهمتك طبعا هو البريزنت سيمبل بيتكلم على regular action، بيتكلم على habit، وبيتكلم على روتين، وبيتكلم على facts حقائق، وبيتكلم على فيوتشر مستقبل.
اديك جمله هو فاهمك اهو ازاي. طبعا لما اقول the streets get busy at the weekends، طبعا دي عباره عن انشطه منتظمه، يعني بيقول لك هنا ايه، ان الشوارع دايما بتكون مزدحمه في العطلات. هنا بيقول لك he gets up at 6 o'clock every day، هو طبعا عادته او الروتين بتاعه انه بيستيقظ الساعه كام، 6 كل يوم. او لما اقول autism causes difficulty with learning، يعني طبعا التوحد بيسبب ايه، صعوبة فين في التعلم، فدي حقيقة بالنسبة له هو ايه، حقيقة. او لما اقول the train to London leaves at 10 p.m. tomorrow، ده هنا بنستخدم present simple للتعبير عن حدث بيتم فين في المستقبل، اللي هي طبعا التايم تيبل كلها اللي هي جداول المواعيد، لو هو جدول حصة او جدول ميعاد اتوبيس او قطار، ده احنا بنحطه في البريزنت سيمبل اهو ليفز. الجزء اللي بعد كده هو طبعا البريزنت كونتينوس. تعال نشوف البريزنت كونتينوس بيتكلم على ايه. طبعا البريزنت كونتينوس هنا غير البريزنت سيمبل خالص، لان البريزنت كونتينوس هنا او المضارع المستمر توك اباوت اكتيفيتيز ات ذا تايم اوف سبيكينج، هو طبعا احداث بتتم في اثناء وقت وقوع الكلام، او at the moment في ذلك اللحظة، او events were او we arranged for، احداث احنا طبعا تم الترتيب ليها، رتبنا ايه ليها. بيتكون من ايه، من am و is و are وال verb plus ing. زي لما اقول I'm studying English now، انا بذاكر English now، ادي am وادي الفيرب فيه ing، وادي كلمة now تدل عليه. زي look هنا انظر، بيقول لي هي تاخد is، يبقى هي is sleeping at his desk، يعني نايم على الديسك بتاعه. او زي لما يقول computers are becoming، ادي ار اهي وادي الفيرب حطيت له ان جي faster، يبقى computers becoming faster. طيب انا لو عندي الجمله فيها ام وقال لي استخدم نوت، اقول له ام تبقى ام نوت، ولو الجمله فيها از طب وقال لي استخدم نوت، يبقى از هتبقى ازنت، ولو قال لي ار تبقى ار هتبقى ارنت، وبجيب بعدهم الفيرب بلس اي ان اي جي. احنا قلنا اي زمن زي ما ليه هو جملة مثبتة ليه جملة ايه منفية، واي زمن ليه سؤال والسؤال بيكون بهل. كان طبعا في البريزنت سيمبل هنا بنسأل بمين، بدو او داز والفعل، والفعل في المصدر، لكن هنا طبعا نسأل بمين، ام او اذا او ار والفعل والفيرب بلس اي ان اي جي. زي كده لما اقول ايه هنا، is your sister working now؟ ادي is وادي your sister اللي هو الفاعل، your sister هنا معناها she، وادي الفيرب work وحطينا له ing، يبقى is your sister working now؟ هل اختك بتشتغل دلوقتي؟ ودي بتكون الاجابه yes she is no she isn't. طب لو جمع هنا هنقول are they cleaning at the moment؟ ادي are وادي الفاعل وادي الفيرب بلس ing، يبقى are they cleaning at the moment؟ الإجابة هتكون yes they are no they aren't. لما تيجي تسأل سؤال بكلمة استفهام هتحط كلمة استفهام what، بعد what بتحط am أو is أو are، أهو حطيت is، وبعد كده بحط طبعا ال subject اللي هو إيه الفاعل، أوكي بلس اللي هو ال verb بلس ing، بلس ing. زي لما أقول what is he doing now؟ هو بيعمل إيه؟ الإجابة he is sleeping at his desk. أو لما أقول له what are you doing at the moment بتعمل إيه؟ يبقى الإجابة هنا I am studying English now. لو سألك قال لك what are they doing right now، هم بيعملوا إيه دلوقتي؟ نقول له they are مثلا singing، they are playing football. كلمات الدالة على ال present simple غير ال present continuous. ال present simple هنا now، look يعني انظر، listen اسمع، these days او at the moment او at present، او ممكن هنا برضو today، to a day، today يعني ايه اليوم، اوكي. ده بالنسبة لشرح ال present مين continuous. يبقى احنا هنا قلنا طبعا ال present continuous ممكن يتكلم على احداث بتتم فيها اثناء وقوع الكلام، او احداث طبعا تم الترتيب ليها، احداث تم الترتيب ليها. الزمن اللي بعد كده طبعا هو زمن البريزنت بيرفكت سيمبل، او البريزنت بيرفكت اللي هو زمن المضارع التام، المضارع ايه التام. تعال نشوف زمن المضارع التام معانا هنا بيتكلم عن ايه.
فالمضارع التام هنا بيتكون من هاف او هاز بلس البي بي اللي هو التصريف الثالث او الباست بارتيسيبل التصريف الثالث للفعل. طيب هنا لو لقيت هاف وقال استخدم نوت يبقى هافنت بلس البي بي، ولو لقيت هاز وقال استخدم نوت يبقى هازنت بلس البي بي. لو لاحظت هنا هلاقي ان هو توك اباوت باست ايفنتس، احداث طبعا هي ماضيه تمت في الماضي. ذات هاف ريزلتس لكن ليها طبعا نتائج ناو في الوقت الحاضر، وبيتكلم عن توك اباوت سيتويشنز، عن احداث او مواقف كونكتد تو باست اكشنز لها علاقه بيه باحداث في الماضي، او things started in the past او اشياء هي بدأت في الماضي and continue to the present ومستمرة معاها حتى الوقت الحاضر. لو هتيجي تسأل سؤال هنا اي سؤال، احنا قلنا طبعا زي ما يكون في جملة مثبتة في نيجاتيف في سؤال بهل. السؤال بهل اللي عندنا هنا بتستخدم هاف او هاز بلس الفعل بلس البي اي بي. ولو تسأل سؤال بكلمة استفهام هنا بتبقى question word كلمة استفهام، بعد كده بتحط هاف او هاز والفعل والبي بي. تعال نشوف الكلمات الدالة already. already هنا معناها كده طبعا بالفعل، زي لما اقول I have already بالفعل seen the film، يعني انا كده كده شفت ايه الفيلم. اوكي بعد كده هنا قال لي yet. yet هنا تأتي في نهاية الجملة ايه المنفية والسؤال، زي لما اقول لك have you heard the news yet، يعني هل انت ما سمعتش الاخبار حتى الان. تيجي جملة هنا منفية يقول لك I started painting the picture، يعني أنا بدأت في تلوين الصورة، but ولكن I haven't finished yet، لكن أنا طبعا إيه ما خلصتش لغاية دلوقتي. يبقى أنا حطيت هنا طبعا yet في نهاية الجملة إيه المنفية. أخد بالي طبعا already و just هما الاتنين بيجوا بعد هاف أو هاز على طول. just معناها هنا حالة، ومعناها طبعا عموما تجوم من لحظات عدت. يعني لما اقول this is my new car، دي عربيتي الجديدة، I have just put it، اد I have وحطيت بعدها just، وادي التصريف الثالث اللي هو ايه put it، put it. اوكي لسه مشتريها حالا. بعد كده بتجي لنا ever طبعا للسؤال، وانا بقول هنا have you ever seen the pyramids، يعني هل سبق لك ان انت شفت الاهرامات. never هنا للنفي، لما اقول she has never traveled abroad، هي عمرها ما سافرت ايه الابرود اللي هي ايه الخارج. اخد بالي طبعا من الحاجات اللي بتيجي برضو مع البريزنت بيرفكت اللي هي سينس اوف فور. فور بيجي بعدها مده زمنيه، زي ما اقول فور 3 اورز او فور 2 دايز او فور 4 ويكس او فور 2 مانثس او فور 3 ييرز او فور 2 سنتشرز. لكن هنا سينس طبعا بيجي بعدها ايه الحاجات دي، زي سينس يسترداي او سينس لاست ويك او سينس لاست مانث او سينس لاست يير او سينس جون او سينس مثلا ساندي، او يجي بعدها رقم تاريخ زي كده مثلا 1999. ممكن استخدم سينس هنا في النص بمعنى قاعده. قاعده معناها ايه منذ، بيجي قبليها بريزنت بيرفكت وبعديها باست سيمبل، زي لما اقول اي هافنت سين علي، يعني انا ما شفتش علي. اوكي سينس منذ هي ووز 7، يبقى ادي بعد ايه سينس هنا جبت باست سيمبل اهو هي ووز 7. اوكي برضه هنا ممكن because بتيجي برضه زي since، because بتيجي زي since كده قبلها ايه هنا present وبعدها ايه مضارع تام، زي لما اقول the teacher is angry، يعني المستر بيكون غاضب because we have arrived late، يبقى جه بعد because هنا ايه مضارع تام. I feel ill because I have eaten too much، انا بشعر بالمرض لاني انا اكلت كتير، يبقى جبت بريزنت بيرفكت اهو بعد مين بيكوز. الحاجات دي طبعا ناخد بالنا منها لانها مهمه جدا. بعد كده بيجي لنا طبعا اللي هو زمن البريزنت بيرفكت كونتينوس، اللي هو زمن المضارع التام المستمر. زمن المضارع التام المستمر هو زي البريزنت بيرفكت بالظبط، بس احنا بنحط هاف او هاز وبعد كده بين اهو، وبعد كده بنحط الفيرب بلس اي ان جي. اوكي طيب ده لما تكون الجمله ايه مثبته. احنا طبعا قلنا ان هاب بتاخد اي او وي او يو او زي، وهاز بتاخد هي او شي او ات.
في الجملة النيجاتيف طبعا هاف بتبقى هاف نوت وهاز تو بي هاز نوت، واحط بعدهم بين والفيرب اي ان جي. ولو هتسأل سؤال طبعا بهل، بنحط الاول هاف او هاز زي برضو البريزنت بيرفكت ايه العادي، وبعد كده بنحط الفاعل، وبعد كده بنحط بين والفيرب اي ان جي. اوكي، بنستخدم البريزنت بيرفكت كونتينوس ليه بقى؟ تو توك اباوت اكشنز، احداث that started in the past، هي كانت بدأت في الماضي، and are in progress، لكن هي مستمرة في الوقت الحاضر حتى لحظة وقوع الكلام. اوكي، هي continued from the past to the present، هي استمرت من الماضي للمضارع، and just finished وانتهت، او started in the past، بدأت في الماضي، and have effect on the present، ولكن ليها تأثير في الوقت الحاضر، او to show the duration، او تحدد بالظبط او يوريك الديوريشن اللي هي نسبة وقوع الحدث قد ايه، يعني started in the past. اوكي، وبنستخدم present perfect continuous هنا المضارع التام المستمر with the time expressions مع طبعا ايه اللي هي تعبيرات الوقت زي for و since و already و just و yet و recently و lately و how long و how ايه long، اللي هم طبعا لسه واخدينهم في مين؟ في زمن ال present mean perfect، present mean perfect اهو كلهم already و yet و just و ever و never و the since و the for، كل ده ايه معانا. اوكي، لما اقول هي تاخد has بعدها been و the verb ing living اهو، يبقى he has been living in Cairo for a duration، هي المدة 10 years now، معناه كده ان هو عايش في القاهرة بقاله 10 سنوات و still living there، وما زال عايش هناك. The streets are wet، الشوارع ايه مبللة، it اهو خدت has وبعدها حطت been وبعد كده حطت raining، ومعناها كده ان ال effect on the present، ان هو التأثير فين؟ في الوقت الحاضر. I'm tired، أنا متعب. I have been working، أنا شغال كده منذ this morning، يبقى الراجل ده لو هو شغال من الصبح this morning وقال العبارة دي أو الجملة دي في ال على أي وقت هو بيتكلم فيه، يبقى هو كده شغال أدي له فترة طويلة، وإيه just finish ده لسه إيه مخلص. لما أقول I have been reading for 10 hours، أنا دلوقتي بقرأ أو هو بيقرأ بقاله 10 ساعات، يعني الديوريشن هنا اللي هي طبعا النسبة أو الكمية الوقت اللي هو قضاه هنا 10 hours، 10 ايه hours، ده بالنسبة للبريزنت بيرفكت كونتينوس. الزمن اللي بعد كده هو زمن الباست سيمبل، اللي هو زمن الماضي البسيط. شرح زمن الماضي البسيط بيتكون من أفعال منتظمة اسمها regular verbs، regular ايه verbs يعني افعال ايه منتظمه، وفي افعال ايه غير منتظمه. المنتظمه طبعا بنقول عليها regular verbs، والافعال غير منتظمه بنقول عليها irregular verbs. المنتظمه بتنتهي دي اي دي او اي اي دي. اوكي، ناخد بالنا منها. والافعال الغير منتظمه لازم تحفظ كما هي، تحفظ كما ايه هي زي ما هي بالظبط. زي لما اقول we played tennis last week، احنا لعبنا تنس الاسبوع الماضي، اد الفعل played اهو، وادي هنا الجمله الداله هي الكلمه الداله last week. محمد bought a new fridge yesterday، ادي محمد اشترى، وادي yesterday، هنا فعل منتظم انتهى بايدي، هنا فعل شاذ او غير منتظم by bought. بالنسبة لأي جملة طبعا أو أي زمن، زي ما قلنا ليه إثبات ليه نفي. لما أقول مثلا الفاعل هنا والنيجاتيف بتاعه didn't، وأدي الإنفينيتيف في الفعل في الماضي، زي لما أقول I didn't go، I didn't go، I didn't play، I didn't see، I didn't drink، الحاجات دي كلها، I didn't have. أوكي، طب السؤال بقى اللي هنا بيكون السؤال، لما يكون السؤال هنا بديد بقى بنحط ديد والفعل، والفعل فين؟ في الإنفينيتيف. زي لما اقول did you go، did you play، did you watch، did you see، did you drink،
وادي كملت اهو، اكمل الجمله بتاعتي. Did you go to school yesterday؟ وبتكون الاجابه بيس او نو. نعمل عمليه كروس كده مقص. اوكي، وادي بعد كده ايه السؤال بكلمه استفهام، نحط كلمه استفهام وبعد كده بنحط ديد والفعل، والفعل فين في المصدر. لما اقول اقول ديد يو جو، وات ديد يو دو، وين ديد يو جو. اوكي، كلها دي لازم ناخد بالنا منها ايه يا شباب. ده بالنسبة لمين؟ للباست سيمبل. باست ايه سيمبل. ممكن نتكلم طبعا عن حقائق الباست سيمبل، زي لما اقول people didn't have computers in 1970، الفترة طبعا اللي هي 1970 ما كانش فيه طبعا اي كمبيوترات خالص، فكان دي طبعا facts، حقائق. او لما اقول we went to a good restaurant yesterday، هنا past event اهو برضه، حدث ايه في الماضي. او لما اقول I broke my arm last month، يعني انا دراعي اتكسر امتى؟ الشهر الماضي. طبعا هنا بي telling the time، بيقول الوقت، of an action بتاع الحدث. او لما اقول I read adventure stories، انا اقرا قصص adventure مغامرات when I was young، او انا قريت هنا قصص مغامرات لما كنت صغير. بعد كده هنا بيجي لنا طبعا past continuous tense. past continuous ايه tense. ركز معايا هنا في الباست كونتينوس تنس، اللي هو زمن الماضي المستمر. زمن الماضي المستمر talk about some activities، بيتكلم عن أنشطة that continued for some time in the past، هي كانت استمرت لفترة معينة في الوقت في الماضي. أو بيتكلم عن actions in progress، أحداث ما زالت مستمرة at a certain time، في وقت معين in the past، فين في الماضي. تكوين الجملة هنا لما تكون طبعا الزمن في الإثبات، بنحط was أو were والفيرب بلس اي ان جي. زي لما اقول اي تاخد was و the watch، حطيت لها اي ان جي، يبقى اي was watching، يعني انا كنت بشاهد التي في all evening، الوقت كله هو بالليل. او لما يجي يقول لي at 4 o'clock yesterday، يعني امبارح الساعة 4، I was watching the football match، كنت بتفرج على الماتش. اي جملة طبعا هنا لا نيجاتيف، was تبقى wasn't، لو هنستخدم not يبقى was تبقى ايه wasn't، و where تبقى ايه هنا weren't، لو هنستخدم ايه not. لو يسأل سؤال طبعا هنا ب was او where بمعنى how، هنحط was او where والفاعل والفيرب اي ان اي جي. اوكي، ولو يسأل سؤال بكلمة استفهام، هنحط هنا كلمة الاستفهام، بعد كده was او where، وبعد كده الفاعل والفيرب اي ان جي. زي لما اقول what was he doing، ماذا كان يفعل at 4 o'clock yesterday. اقول مثلا he was watching a football match، هو كان بيتفرج على ايه football match. ده بالنسبة طبعا لل past continuous. الحدث اللي بعد كده هو زمن ال past perfect، اللي هو زمن الماضي التام. الماضي ايه التام. الماضي التام بيتكون من had بلس البي بي، اللي هو التصريف الثالث للفعل، وده هو الماضي من البريزنت بيرفكت. الجملة طبعا المثبتة هنا كلها بتاخد هاد بلس البي بي، يعني اي وي وزي وي وشي وات كلهم بياخدوا هاد. زي لما اقول اي هاد جون، اي هاد وركد. اوكي، ده لما يكون الاثبات. لما يكون بقى نيجاتيف نفي، هاد تبقى ايه هادنت، وهاد البي بي يبقى اي هادنت وركد، هي هادنت جون. لما تيجي تسأل سؤال بتحط هاد الأول، وبعد كده بتحط الفاعل، وبعد كده بتحط البي بي اللي هو التصريف الثالث لإيه للفعل. بنستخدمه طبعا talk about two actions، حدثين in the past في الماضي، ونوضح which action took place، أنهي حدث حصل في الأول، before or after the other، هل ده اللي حصل قبل ده ولا التاني اللي حصل إيه قبليه. بنستخدمه طبعا مع قاعدة after وقاعدة mean before. اوكي، ناخد بالنا طبعا من الحاجات دي. طبعا هنا بعد after هنا بيجي ماضي تام اهو، او after he had finished his work، بعد ما هو خلص العمل بتاعه he went to home، ذهب الى المنزل. لكن لما استخدم before هنا يجي قبلها طبعا past perfect، ادا had taken اهو، وجي بعدها past simple اهو.
يبقى we had taken their permission before we used the phone. خدنا إذنهم قبل ما نستخدم إيه؟ الفون. أوكي؟ ناخد بالنا من الكلام اللي شرحه المستر كله. ده بالنسبة لشرح إيه؟ الجرامر. شرح إيه؟ الجرامر. نشوف مع بعضنا كده ال exercises على الجرامر بتاعنا كل اللي خدناه. أول سطر من choose the correct number one، بقول له I playing tennis. هنا الجملة طبعا هنا في ال present perfect، I تاخد have وحطيت بعدها always هو the loved، يبقى I have always loved playing tennis. أخد بالك إن فعل love هنا بيجي بعديه verb plus ing، و I have always loved playing tennis. في نمبر 2 هنا بيقول I realized I أدركت طبعا إن أنا نسيت my mobile as soon as I got to the bus stop. خد بالك إن قاعدة as soon as هنا طبعا عايز يقول إن هو أدرك إن هو نسي، فهو أنا طبعا best action best إيه action. أوكي، عشان هنا realized طبعا هتاخد had forgotten، had إيه forgotten اللي هو best perfect. في نمبر 3 هنا بيقول لي we in the park when it started to rain. طبعا هنا started to rain هنا قاعدة when هنا بيجي بعدها best simple اهو، يبقى يجي قبلها هنا ايه بقى best continuous اللي هو we're walking، يبقى احنا كنا بنمشي فين؟ في البارك لما هي بدأت ايه تمطر. في نمبر 4 هنا بيقول لي what، طبعا ال verb want هنا ما بيجيش فيه ing، فهنا هنحط do وادي الفعل وادي الفعل في الماضي، يبقى what do you want، what do you want ماذا تريد، what do you want to watch تحب تتفرج على ايه، قال لي the tennis or the football match. في نمبر 5 هنا بيقول لي my brother his leg while playing football in a school match. خد بالك هنا while اهو جه بعدين هنا طبعا ايه past continuous. اوكي، بس طبعا هنا بدون فعل فحطينا verb plus ing، يبقى انا عايز هنا ايه best simple broke. في نمبر 6 هنا عشان فعل طبعا believe زي بالظبط want، فهختار هنا do you believe، do you ايه believe، فده حقيقة، فبقول لك do you believe in ghosts، هل انت بتصدق بالاشباح يعني او تؤمن بيها. في نمبر 7 هنا بيقول له when I woke up this morning، لما انا استيقظت هذا الصباح the sun الشمس مالها، طبعا هنا when قاعدة وين هنا جه بعدها best symbol، يبقى هنا الزمن التاني ايه was shining كانت الشمس ايه ساطعة. ف number 8 هنا بيقول Mark is exhausted، يعني تاني exhausted يعني متعب او منهك، because he has chosen some work all day، كان طبعا بيصحح الواجب بتاع التلاميذ اليوم كله، يبقى has been correcting، has been ايه correcting. في نمبر 9 هنا بيقول له when John got home، لما جون وصل البيت his parents to bed، طبعا والديه كان ذهبوا ايه للنوم. اوكي، قاعدة وين هنا جه بعدها best simple اللي هي got، فلازم تدور على طول على ال past perfect اللي هو ايه had gone، had ايه gone. نمبر 10 بيقول له جو in the same house all his life but now he wants to move، يعني جون دلوقتي ايه عايش حياته كلها في المنزل ده لكن هو عايز ايه ينتقل يعني. اوكي، طبعا هنا هنختار هنا has lived، has lived يعتبر ده completed action بقى، خلص بقى الفترة الزمنية اللي قعدتها في البيت ونفسه ينقل او يمشي يروح اي مكان تاني. فنمبر 11 بيقول لي what when I came and just now، عايز اقول له كنت بتسمع ايه لما انا لسه جاي دلوقتي. خد بالك ان when اهو جه بعدها best هي simple، يبقى تدور على طول على الباست كونتينوس اللي هو where you listening to، يبقى what were you listening to كنت بتسمع ليه when I came and just now. فنمبر 12 بيقول لي I didn't know that you، كنتش عارف ان انت that film، ان انت اتفرجت على الفيلم ده. اوكي، طبعا هنختار ايه، هنختار طبعا had already seen لان ده طبعا best perfect ايه completed، تم طبعا الحدث،
ان هو هنا كان اتفرج على الفيلم وخلص يعني. فنمبر 13 هنا بيقول لي دانيال تنس افري داي افتر سكول. خد بالك ان ده هنا عبارة عن روتين او عادة بيعملها كل يوم. فهنا دانيال بلايز، دانيال ايه بلايز. امي بوست كاردز اول مورنينج، اول مورنينج هنا يبقى تراه على طول على مين؟ على هاز بين والفيرب اي ان جي وده بريزنت بيرفكت ايه كونتينوس. question number 15 بيقول لي when the teacher came into the classroom everyone، خد بالك هنا بعد وين اهو. اوكي يجي طبعا best symbol اهو came. yes هتدور على طول على best continuous اللي هو ايه was talking، was ايه talking. ناخد بالنا بقى من قاعدة when وقاعدة ايه while. قاعدة when بيجي بعدها best action، لكن قاعدة while بيجي بعدها ايه best continuous اللي هو الماضي ايه المستمر. في نمبر 16 هنا بيقول له when we got to the party، لما احنا جينا الحفلة all the food كل الطعام كان خلص. اوكي so we were very hungry، عشان كده كنا very hungry يعني ايه جوعانين. يبقى طبعا هنا عندك وين نجي بعدها best simple، يبقى تدور على طول على best perfect اللي هو هادي gun. هتجن هنا يقصد بيها ان الاكل ايه خلص يعني. في نمبر 17 بيقول I'm sorry but I don't understand what you ايه. هنا بقى المفروض هنا تيجي في البريزنت سيمبل، يبقى what you mean، what you ايه mean او ماذا تعني، ماذا ايه تعني. question number 18 بيقول Jack in the garden that's why he's so dirty، كان طبعا بيلعب فين في الحديقة وده السبب اللي مخليه dirty. اوكي طبعا ده هنا بس present perfect continuous اهو، يبقى has been a playing. فنمبر 19 بيقول له Mr. Brown's next door since 1995. اوكي طبعا هنا هتدور على زمن ايه هنا زمن ال هنا طبعا هتبقى ايه هاف ليفد، هاف ايه ليفد. يبقى ذا براونز اللي هم عائلة البراونز دول عاشوا نيكست دور يعني جران هنا جنبينا منذ سنة كام 1995. when I left the house، خد بالك من قاعدة when هاجي بعدها best ايه simple. طبعا هتدور على best perfect هنا اهو اللي هي had forgotten، had ايه forgotten. في نمبر 21 بيقول everyone cheered when رونالدو، كل الناس طبعا سقفت لما رونالدو ايه scored the winning goal، احرز هدف ايه الفوز. في نمبر 22 بيقول لي كلير هير بيدروم when she found a photo of her grandfather، ادوين اهو جه بعدها ايه past simple اهو اللي هو found، يبقى تدور على طول ايه was tiding اللي هو past ايه continuous was a verbal verb in ing. ديفيد a pizza when he swallowed an olive stone. اوكي قالت وين جه بعدها ايه past simple اهو، يبقى تدور على طول على ال best continuous اللي هو was eating. يبقى ديفيد was eating a pizza، كان بيتناول البيتزا وياكلها لما هو بلع ايه حجر اوليف زي كده زي الزيتونة يعني قد الزيتونة. question number 24 بيقول هير موبايل فون out of her bag while she was running to catch the bus. خد بالك وايل انا عمال اقول لك اهو ان وايل بيجي بعدها best continuous اهو was والverb ing، يبقى طبعا هنا اول حاجة هتجيبها best simple او الحدث الاولاني best simple. في نمبر 25 بيقول لي he didn't know how to tell his mom that he، هو مش عارف يقول لمامته ازاي هو طبعا كسر الفاز. يبقى هنا طبعا ايه yes بروك زي فاس. اوكي في نمبر 26 هي هيز جلاسز سو هي كودنت ريد ذا اكزام بيبر، هو طبعا كسر النضاره بتاعته عشان كده هو ما قدرش ايه يقرا ورقه الامتحان. يبقى هنا هاد بروكن بست بيرفكت اهو. جمله نمبر 27 بيقول زي هادنت ستاديد انف، ما ذاكروش كويس. سو زي خد بالك انا السو هنا جاء قبليها هنا
past perfect hadn't studied يبقى هجيب بعدها past simple. هو في غلطة طبعا في الجملة دي، انا مش حاطط failed، فلازم انت تحطها اهو failed the exam، يعني فشل فين؟ في الامتحان. questions اللي بعد كده number 28 بيقول له I wasn't hungry، انا ما كنتش جعان as I a big breakfast. طبعا هو تناول وجبة جيدة. اوكي يبقى هات هاد، هات هاد هنا best perfect. عرفت ازاي ان انا هاخد هات هنا best perfect؟ عشان طبعا هي الجملة هنا في ال best simple اهو wasn't hungry. اوكي فنمبر 29 بيقول له I was sorry it was break time، كان طبعا وقت البريك، and all the kids كل الأطفال كانوا بيعملوا ايه in the school yard، كانوا بيلعبوا. اوكي يبقى هنا زي او the kids ايه بقى، طبعا ده اكشن في البست هي كونتينوس، يبقى we're playing كانوا بيلعبوا. بقى كده نمبر 30 هنا بيقول by the time he was 6، في الوقت اللي كان هو عنده 6 سنوات. اوكي he to speak for foreign language، هو كان بيتكلم او اتعلم يتكلم كم لغة؟ 4 لغات. اوكي هناخد طبعا هنا ايه had learned، had ايه learned هنا past ايه perfect، يبقى في الوقت اللي كان عنده 6 سنوات هو اتعلم ايه يتكلم 4 لغات. 31 هنا بيقول لي then they have traveled all over Europe since then، طبعا منذ ذلك الحين. فنمبر 32 بيقول له he saw them while he، انا قلت لك طبعا ان قاعدة while بيجي قبلها best simple وبعدها best continuous، يبقى was leaving، was he leaving. في 33 هنا بيقول لي كيفن all his work already، هو كده كده خلص كل الواجب بتاعه، هتدور على has وتجيب التصريف التالت finished ده، يبقى كيفن has finished his homework already. فنمبر 34 هنا بيقول لي up your mind yet، انا قلت لك ان يت تاتي في نهايه الجمله المنفيه في السؤال في البريزنت بيرفكت، يبقى طبعا ايه هاف يو ميد اب يور مايند يت، يعني انت ايه ما خلصتش او ما اتخذتش قرارك حتى الان. فنمبر 35 ام نوت شور ذات هي از داينج ات ذا مومنت بات هي سام نيو بينتينج، طبعا هناخد ايه هنا، هناخد از probably drawing، is probably ايه drawing، ومش متأكد هنا طبعا، فبيقول لك ان هو ممكن يكون بيرسم يعني. فنمبر 66 بيقول له by the time blind Tom died، في الوقت اللي مات فيه توم، قال لك ان هو اتعلم ان يلعب more than 7000 pieces of music، 7000 قطعة موسيقية، يبقى had learned، had learned completed action in the past. في نمبر 67 هنا بيقول over the years، على مدار الأعوام بريتني to talk a little، اتعلم ان هو يتكلم ايه القليل، اتعلم ان هو يتكلم القليل has learned، has he learned. في نمبر 68 بيقول he is still a difficult to communicate with people، هو بيجد برضه صعوبة في ان هم ان هو يتعامل مع الناس. في هنا تجيبها present simple finds my father إذا university professor، هو طبعا بروفيسور يعني أستاذ جامعي، he has university for 5 years now، دلوقتي شغال فين؟ في الجامعة بقاله 5 سنوات، وبقينا طبعا هتجيبها في present perfect continuous اللي هي has been working، has been working. ده بالنسبة للجزء بتاع اللي choose كله. تعال نشوف مع بعضينا كده الجزء اللي هو بتاع rewrite. أول جملة بيقول لي he drinks tea very often، أنا استخدم usually، هتشيل طبعا very often وتحط usually، هتحط usually في الحتة دي، يبقى he usually drinks tea والجملة خلصت. فنمبر 2 هنا بيقول له I finish the housework and watch TV، هتشيل and دي وتحط مكانها مين هنا؟ تحط مكانها كوما، تحط مكانها ايه كوما. وبعد after هنا هتستخدم present perfect sorry past perfect، يبقى تقول له هنا after I had finished the housework، ما
بعد ما خلصت العمل بتاعي واحط الكومة بتاعتي بدل اند اهو، هتقول له اي واتشد ا موفي، يعني شاهدت ايه موفي. تلاحظ ان الحدثين، حدث الاول في الباست بيرفكت والحدث التاني في الباست سيمبل. هل استخدم هنا في الجملة رقم 3 working on I started this project 2 years ago، هل استخدم working ايه هون؟ working on. يبقى تبدأ هنا تقول I، تاخد هاف، بعد كده بتحط بين، بعد كده تحط الفيرب اي ان جي اللي هو working، يبقى I have been working on، وتقول له this project، على هذا المشروع. اوكي، وتكمل بقى فور مدة زمنية بقى 2 years، تو ايه years. طب يا مستر انا لو حطيت اجو مع الجملة دي، اقول لك لا طبعا غلط جدا، ما ينفعش اجو هنا تحط فور 2 years ago. عمر هيتس فيديو جيمز، هل استخدم لايك؟ طب ما هي هيتس يعني يحب يكره، طب ولايك يعني يحب، طب ازاي اشيل هيتس؟ ازاي اشيل هنا هيتس واحط مكانها لايك؟ قال لي لا تنفي الجملة، يبقى تقول له هنا عمر في البريزنت سيمبل تبقى دازنت، وبعد كده تحط ايه لايك، يبقى عمر دازنت لايك فيديو جيمز. خلصت الجملة. اللي جاي زيها بالظبط طبعا، انت هنا doesn't بتساوي هنا never، يبقى هنا اقول له احمد never till till ولا tells tells. اوكي، يبقى تقول له طبعا هنا ايه احمد never tells lies، يعني لا يكذب. اوكي، تاخد بالك هنا بعد doesn't لازم يجي الفعل في المصدر في الانفينيتيف، لكن بعد never هنا لازم تحط للفعل اس اس اي اس مع هي وشي وات. في الكوشن نمبر 6 هنا بيقول لي سارة فينيش هير بروجكت مومنت اجو، قال لي استخدم ايه هنا جاست. اوكي، اول حاجة تشيلها طبعا هنا مومنت اجو، وتبدأ بسارة بقى، بعد سارة هنا هتحط هاز، بعد كده بحط جاست، يبقى سارة هاز جاست فينيشد هير بروجكت. فنمبر 7 هنا بيقول لي هادي didn't finish his school project. اوكي، يعني هو هادي لم ينهي المشروع بتاع المدرسة بتاعه، يبقى تقول لي بقى هادي is still اوكي doing اوكي his school project. او ممكن نقول طبعا هادي اهو، اكتب معايا is still working، يعني يعمل on، وتكمل بقى his school project. اوكي، تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. يقول سارة doesn't behave well at school، هل استخدم badly؟ استخدم ايه badly؟ طبعا عشان انا احط badly واشيل well، اشيل طبعا هنا doesn't، واقول له ايه هنا بقى سارة، شيل doesn't وحط behave. طب هضيف ايه اللي behave؟ احط لها اس او يس. اوكي، يبقى سارة behaves badly at school، at school. ولما الاقي الجملة دي الاقي هما الاتنين زي بعض بالظبط. question number 9 بيقول له when we arrived at the cinema the film had started، هل استخدم before before when؟ هما الاثنين عكس بعض. اوكي، يبقى نقول له the film اوكي the film
هاد ممكن نقول له رضا وما نقولش هاد ستارتد ونحط بيفور بقى وتكمل وي arrived وتكمل بقى هاد ذا سينما هاد ذا ايه سينما يبقى the film had started before we arrived. فنمبر 10 هنا بيقول everything is ready for the party tomorrow. اوكي اللي استخدم I am. خد بالك هنا ده حاجة طبعا تم الترتيب ليها في المستقبل، تم الترتيب ليها في المستقبل arranged for in the future بتستخدم بين فين في present continuous. يبقى لما تقول هنا I am يبقى تقول I am having اهو I am having وهم رتبوا الايه بقى party او ما having a party وتقول له tomorrow وتقول له ايه tomorrow. في نمبر 11 هنا while playing football كنا بنلعب كورة في أمير sprained his ankle قال استخدم when استخدم ايه when. يبقى طبعا هنا نقول when وإن من الحاجات اللي بيجي بعدها يا شباب بس تسمبل يبقى وين أمير سبرينت هز أنكل لما طبعا الأنكل بتاعه ايه التوى نقول بقى وي وير بلاينج كنا بنلعب ايه فوتبول. جه طبعا بعد امير بس سيمبل وبعد الحدث بعد كده جه بس ايه كونتينوس. اوكي ممكن تقول هنا وي وير بلاينج فوتبول او هي ووز بلاينج فوتبول. انت بتتكلم على امير ممكن تقول هي ووز اهو هي ووز هي ووز. اوكي في نمبر 12 بيقول لك وي هاف بين ويتنج فور ذا باس فور ايفر اوفر ان اور ناو انا استخدم سينس. اوكي طبعا هتكتب جملتك عادي جدا وهتيجي عند هنا فور وتحوشها وتحط مكانها سينس يبقى هنا نقول سينس اهو. طب واللي قبل سينس هيتكتب كله we have been waiting for the bus since yes ونكتب هنا بقى تكتب ساعات اللي انت ايه انتظرتها ساعات اللي انت ايه انتظرتها. ممكن نقول مثلا لو احنا دلوقتي بنقول الجملة دلوقتي مثلا الساعة مثلا سيفن مثلا. اوكي فانت بتحسب الوقت اللي هو فوق كده كله مثلا ممكن يجي معاك 10 ساعات يبقى ممكن نقول مثلا منذ الساعة مثلا 10 يبقى نقول since 10 o'clock since 10 o'clock الساعة مثلا 10 او since 7 o'clock since 8 o'clock. اللي بعد كده بيقول لي هنا في certain بيقول he visits his relatives occasionally قال استخدم sometimes ده جملة في present simple هتشيل occasionally هنا من حين لآخر لأنها بتساوي sometimes هتحطها بعد مين على طول بعد he يبقى he sometimes visits his relatives. فنمبر 14 يا شادي does his homework regularly قال استخدم هنا always طبعا الويز هنا يعني دائما يبقى نقول هنا شادي always تحط فين هنا الويز بعد شادي على طول يبقى شادي always does his homework. فنمبر 15 هنا بيقول همدي always goes back on his promise دايما بيرجع ايه في وعوده قال استخدم keep هنا يبقى طبعا هتقول له هنا ايه همدي ام فيها بقى يبقى تقول له همدي بعد كده بحط doesn't وبعد doesn't تحط keep. اوكي يبقى همدي doesn't keep اوكي his promise his a promise. وتكمل his promise. اوكي في number 16 بيقول جيل was crossing the river when a crocodile attacked him. اوكي قال استخدم while انت while هنا بتحط طبعا هنا while في الاول
لان بيجي بعدها بس كونتينوس، بتشيل هنا وان وهتحط مكانها كوما. اوكي، وممكن تقول while Jill was crossing the river، بينما جيل كان بيعبر النهر، أكروكودايل أتاك دام. أوكي، هنكتفي طبعا بالجزء ده لحد كده، والحاجات دي ممكن نراجعها ونحلها مع بعض، ولو لقيت أي مشكلة أو في حاجة أنت مش عارف تكملها هنا ممكن تبعت لي طبعا، وأنا إيه هجاوبك عليها. أتمنى إن احنا نكون استفدنا من الفيديو. Thank you. Goodbye.